السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، اليوم في حصة اللغة العربية سوف نقوم بحل الأسئلة الفهم والاستيعاب صفحة 38. أولا سوف نقوم بقراءة الدرس ومن ثم حل الأسئلة. قرية النمل. هل رأيت مجموعة من النمل وهي تسير؟ أرأيت ماذا تحمل؟ هل تعلمت منها شيئا؟ يتميز النمل بالذكاء وحب العمل، ويعيش في قرية في جماعات يحكمها نظام دقيق تتنوع فيه الوظائف والأعمال. وملكة النمل هي التي تضع البيضة وترعاه حتى يفقس وتخرج منه اليرقات، ثم تنمو لتصبح حشرات كاملة. أما العاملات فهي إناث النمل، وهي التي تبني القرية وتشق الطرق فيها وتنظفها وتدافع عنها. والعاملات أيضا هي التي تجمع الغذاء. وقد ترى نملة تحمل ما هو أكبر من حجمها، وإذا عجزت عن حمل ما تجده من الطعام استدعت صاحباتها لحمله معها، وربما قطعته أجزاء ليسهل حمله. ومن فوائد النمل في البيئة تهوية التربة بما يحفره من ممرات تحت الأرض، والقضاء على كثير من الحشرات الضارة. السؤال رقم 1، يلا يا رابع عشان نحله مع بعض يا مس. ما وظيفة الملكة في قرية النمل؟ مرت معنا هنا، في عنا حكينا ملكة النمل ولها وظيفة. شو حكينا؟ هي تضع البيض وترعاه حتى يفقس، تمام؟ هاي ويخرج منه اليرقات، تمام؟ هاي الوظيفة الأولى. هاي خلينا نحلهم على ورقة. هاي السؤال الأول اللي هو تكتب هي تضع البيض، صفحة 38، تضع البيض وترعاه حتى يفقس. إذن هي وظيفة، أو عفوا وظيفة الملكة في قرية النمل. إذن وظيفتها هي تضع البيض بيضة وترعاه حتى يفقس ويخرج منه اليرقات لتصبح حشرات كاملة، حتى يفقس وبتضل إيش؟ ترعى. طيب السؤال رقم اثنان نقرأه. ماذا تفعل النملة إذا وجدت طعاما لا تستطيع حمله؟ حكينا إذا النملة وجدت النمل اللي هي تحمل طعام أكبر منها حجما ولا تستطيع حمله، ماذا تفعل؟ تستدعي صاحباتها لحمله معها، أو تقطيع أجزاء ليسهل حمله. سؤال رقم 3، أذكر وظائف العاملات في قرية النمل. وظائف العاملات في قرية النمل، أولا
شو حكينا وظيفتهم؟ زي ما حكيت لكم اللي هي الملكة والعام. الملكة حكينا شو وظيفتها. العاملات أول إشي تبني قرية النمل وتشق، اللي هي شو معنى تشق؟ تفتح طريقها، تفتح طريقها. اثنان شو وظيفتها؟ تنظفها هاي القرية، تنظفها وتدافع عنها، تنظفها وتدافع عنها. وظيفة الثالثة تجمع الغذاء، تجمع الغذاء. سؤال رقم أربعة، سؤال رقم أربعة، ما فوائد النمل في البيئة؟ أيضا النمل له فوائد. أولا صحي، اللي بتفتح الطرق بالتربة فتقوم على تهوية التربة بما يحفر من ممرات. اثنين القضاء على الحشرات الضارة. آخر سؤال اللي هو خمسة، هو صفحة 39، ضع إشارة صح بجانب ما يتوافق مع مغزى الدرس. دقة العمل، دقة العمل موجودة صح. المنافسة لا، اللي هو لأنه في تعاون. الجد والمثابرة، الجد والمثابرة موجودة. النشاط، الذكاء موجود. النظام موجود. الكسل لا. التعاون موجود. هلا المطلوب منكم اللي هي الأسئلة هاي حل على الدفتر.